السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات اللي حدث فيها تحديث كويس جدا من كولبريت بلاي شيرد فيوز، ده بتعمل شير للوحة بتاعتك على الانترنت بحيث الناس تقدر تخش تشوفها، فبتقول له نيو شيرد فيوز فبيبدأ شيرها. هل انت عايز اللي اوت ده بس ولا عايز كل الفيو ده بس ولا عايز كل اللي اوت كمان معاها؟ تمام، هو يبدأ شيرها لك بنفس الاسم بتاعها، هتقول له شير فيبدأ يرفعها على الانترنت بحيث الناس تقدر تشوفها. بيقول لي ان العمليه بتتم دلوقتي في الباك جراوند، ولما يخلص هيبدا يظهر معايا الملف هنا بحيث ان انا اقدر اشاركه مع بقيه الزملاء اللي شغالين بحيث يقدروا يدخلوا يكتبوا الكومنت او اي تعليق هم عايزينه على اللوحه. لو جيت هنا هتلاقي العمليه هي بتتم اهيت ببلشنج شيرد فيوز، فبيبدا اول ما يخلص هيبدا يظهر عندي هنا. اجي هنا هلاقي ان هو بيقول لي ان هو اتعمل ابلود خلاص، فبقول له ورهوني في البراوزر، فبيبدا يفتح لي المتصفح بحيث تقدر تشوف ايه اللوحه على الانترنت وتبعتها برضو للناس اللي هيرجعوها. بيتعمل لها لودنج اهيت في المتصفح، زي ما انت شايف اللوحه هي موجوده بكل التفاصيل بتاعتها، وتقدر تعمل لها زوم وتقدر تاخد سكرين شوت وتقدر تشيرها، تاخد الرابط بتاعها تحطه على اي مكان انت عايزه اهوت. تمام، تقدر تشوف البروبرتيز، تشوف الليارات، شوف الفيوز، السيتنج زي ما انت عايز.